رايحين ومبسوطين جاي تنكد علينا. طب يلا خلصيني. يلا حبيبي ليه خبيتها؟ بقاله زنخ زي ما تركته. يلا جاي. صباح الخير سلومتي. صباح النور يا تاتا. شو يا تاتا طلع بتجنن اليوم؟ هيك انا عادي حبيبتي بحب الترتيب. بنفع اصور؟ شكون للقرنونة؟ لا بس الكراج لفت انتباهي. اهلا وسهلا. بتضلك هون لخلص حكي. خلص خلص، اصلا انا ما كان بدي اتجوزك، انا جبرتك من هون، بديش اياك. بعدين ايش مفكر لحالك ملاك؟ بعرف انك بتتاجر بالحشيش. ايش مفكرني هبلة؟ مجرم حشاش ونازل تتمرجل علي. ايش عم بتساوي؟ كان ابوي مسكر المصلحة. وانا منيحة، كيفك؟ سألتك سؤال؟ لا بعرفش، اصلا هو خفف يجي من وقت ما اخترعوا الايفون. مسكين. مالك اشي؟ سألتك شو الوضع؟ عادي، فيش اشي مميز. شو يعني فيش اشي مميز؟ يعني زيك زي هالناس. تعرف اني ما بقدر اروح القدس، كيف بدي اشوفك؟ بس انا اهلي هناك، حياتي كلها هناك. طب وانا؟ ما بعرف، بس بدي اياك تساعدني. كيف اساعدك؟ اعطيني حل. انا ما عنديش حلول، بس انا بعرف اني بدي اشوفك. اقدر اشيله، بس ريحته وحشة قوي. انا كنت عم فكر انه نروح نقعد شي محل، نشرب قهوة، نحكي شوي. مريم، بتعرفي اللي مثلك قليلين خديش بالبلد هاد؟ عمره ما حينفع يا حمزة. ليش؟ نحن مختلفين عن بعض لهالدرجة؟ احنا شبه بعض بدنا نفهم. مش قادرة أفهم هذا الرف دخلتي. إيش يعني رف دخلتي؟ اشتقت لبيت أهلي، عند أمي بالبيت كان في ديتول لكل شيء، ديتول للبلاط، ديتول للطاولات، ديتول للغسيل، للشبابيك، للمري، للمجلى، حتى ديتول للجسم كان عندها. لينا كمان شوي بيخلص كل هذا الوضع، كل شيء برجع تمام. ولا مرة رح يخلص، ولا مرة رح نتحرر من العفن ومن ريحة الزنخة